أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني. اليوم أكلتي طيبة وسهلة، هي الأنجينار أو الأرديشوكي. اليوم بدي أعمل الأنجينار بصوص البندورة، وحأستعمل الأنجينار المعلب اللي بيجي بأطرميزات. رح أغسله عدة مرات لأتخلص من كل المواد الحافظة، وبعدين بدي أقليه نص قلية يعني بزيت حامي. مجرد يشقر الأنجينار، ما بدي إياه يستوي بالزيت، إنما بس لون حلو أشقر. المكونات هي لحمة مفرومة، أنا عندي 300 جرام لحمة ناعمة مفرومة، ممكن نستعمل لحمة مسلوقة أو لحمة شقف. بدي جزر مقطع، بازاليا، بصلة واحدة مفرومة، 3 معالق دبس بندورة، ومعلقة دبس فليفلة، وملح وبهار. هي كل مكونات الأكلة. هلأ بالطنجرة على النار بدي حط 2 كبار سمنة وقلي اللحمة. بس تتقلى اللحمة بضيف عليها 2 معالق ملح ونص 2 معالق بهار، وبعدين بضيف البصلة المقطعة، ودائما مع البصل في رشة فلفل أسود. بقلب البصل شوي لحتى يدبل، ومنضيف دبس البندورة ودبس الفليفلة، ودائما مع دبس البندورة في رشة سكر، بيظهر طعم دبس البندورة وطعم الحموضة اللي فيه. بقلب شوي. هلأ بدي حط 2 معالق صغيرة سمنة حتى أبدأ نزل الجزر، وبعدين بدي نزل الصلصة المي. فحأنزل بالجزر المقطع، تقريبا عندي هون أنا 1 كوب جزر مقطع مكعبات، بقلبه مع كل المكونات حتى ياخد نفس النكهة. بحط هون 3 أكواب ونص ماء، وممكن نحط مرقة لحمة إذا حبينا، وبدي عدل الملح ودوق حسب الذوق. هلأ المرقة جاهزة، بدي حط فيها حبات الأنجينار. عندي هون 9 حبات أنجينار، وخليها تغلي على نار منخفضة، بغطي الطنجرة. بعد نص ساعة بختبر نضجة بالشوكة، هي نضجت واستوت. هلأ بهالمرحلة بضيف البازاليا، يعني بخلي البازاليا لآخر مرحلة حتى تبقى خضرة وفريش، ما تنكمش وتكرنش على بعضها. بخليها عم تغلي 10 دقايق وبتكون طبختي جاهزة للتقديم. هالطريقة بطبخها أنا بالطنجرة. ممكن تحطوها بصينية بيريكس أو صينية فرن وتحطوا الصلصة وتنطبخ بالفرن. هالطريقة بلاقيها أسهل وأسرع كمان. بيطلع الأنجينار مستوي وطيب، والصلصة كتير طيبة. وهيك أحبائي صارت أكلتي جاهزة، بتتقدم جنب الرز بشعيرية. أكلة لذيذة ومفيدة كتير، كلها خضار، والأرديشوكي أصلا كمان مفيد جدا. رح حط لكم بصندوق الوصف كيف طريقة مونة الأرديشوكي إذا كان متوفر، كيف من مونه ومنحتفظ فيه بالفريزر. جربوا طريقتي رح تحبوها كتير، وبشوفكم بالفيديو الجاي.